يبقى كل المعاني دي بتبين لنا ايه يعني ايه يوضع للعبد ايه الاسباب اللي تخلي العبد يوضع له القبول في الارض ان هو يحب يحب ايه يحب اتباع حضره النبي فيتبعه يحب ايه تاني يحب كمان بعد ما يتبع حضره النبي ان هو كمان وهو بيحب حضره النبي يتقي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتقى الناس طب بعد ما يتقي يحسن وبعد ما يحسن يعمل ايه؟ يصبر وبعد ما يصبر يتوكل وبعد ما يتوكل يعمل ايه؟ هو على طول هيكون قدامه كثرة النوافل وبعد ما يكثر النوافل ايه اللي حاصل؟ على, على طول على طول على طول هيروح ويحب لأخيه ما يحب لنفسه فيوضع له القبول فيعيش بالمحبة من بين الناس وهنشوف كده يعيش بالمحبة ما بين الناس ازاي؟ يلاقي يعني أي ست حاجات ممكن نعيش بيها أرتهولنا الكتاب والسنة عشان نقدر نعيش بالمحبة. تعالوا نشوف الحياة. الحاجات دي شفناها في الحياة وتعالى نتعرف بيها. أول حاجة أنه هو يحب نفسه. أول حاجة إن يحب نفسه وقبل ما يحب نفسه في مجال مهم قوي أنه هو يحب ربه سبحانه وتعالى. يعني إيه يحب ربه سبحانه وتعالى؟ يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من حبه لأي شيء آخر. يعني يحب الله سبحانه وتعالى فيسعد بأنه عبد ويسعد بأنه فقير ويسعد بأنه مع الله فيبقى هو المجال في المحبة يعيشه في حياته هو محبة الله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل؟ كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تاني مجال بقى أنه يحب نفسه يعني إيه يحب نفسه بقى؟ يبقى المجال ده إنه يحب إيه في نفسه؟ يحب نعمة ربنا في نفسه يبقى هو تاني شيء أنه يحب نعمة ربنا في نفسه وعلى فكرة حبه لنفسه ليس معناه الغرور ولكن حبه لنفسه معناه حب إن هو كان وعاء للنعمة فيحب نعمة ربنا فيه لأن في ناس كتيرة ما بتقدرش تتبع حضرة النبي ولا تقدر تعيش لأن هي مش قادرة تحب نفسها لأن هي لازم تحب نفسها يعني تحب نعمه ربنا اللي فيها لان في حاجات مش هنحبها فيا وفكره ان انا اتقبل نفسي زي ما هي مش هي الفكره الصحيحه ولكن احب نفسي بمعنى احب نعمه ربنا اللي فيا فازود حب لنعمه ربنا اللي فيا فتزيح كل الهوى وتزيح النفس الاماره بالسوء وتتملي حياتي بنعمه ربنا سبحانه وتعالى فمعنى ان انا اتقبل نفسي معناه أننا أنا أتقبل إن أنا محل نعمة ربنا. فأرضى باللي أودعه ربنا فيا من النعم. مش أرضى بمساوئ النفس لكن أرضى بنعمة الله، أرضى بنعمة الروح، نعمة البصر، كل نعمة ربنا أودعها فيا، فأرضى بنعمة الله سبحانه وتعالى فيه المجال الساد المجال الثالث بقى اللي ممكن يكون ثم يوضع له القبول فأعيشه. أحب أسرتي وأحب بيتي. أحب ناسي أحب أهلي أحب أسرتي وعشان كده تلاقي بقى المعنى دوت واضح قوي قوي في هذا الحب إن يوصلك لحب الله لما تيجي تتكلم عن أقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وإيه اللي حصل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إذا الأسرة محل للنعمة سواء الأسرة دي كانت أبويا وأمي والعيشة اللي أنا عشتها أو أسرتي الجديدة المولودة المولود الجديد اللي ربنا أنعم عليا بيها فأنا لازم أحب أسرتي وعشان كده احنا بنتكلم عن أسرة المنشأ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف إيه الجمال والحب ده وعشان كده الجنة بتبقى تحت أقدام أهل فتح أبواب جنة المحبة عشان تفضل حياتك مع محبيك تفضل تحس بإن ربنا سبحانه وتعالى على طول أنت في نعمته وساعتها تكره المعاصي وتكره كل معصية فلا تطعهما ما تطعمش في المعصية وصاحبهما في الدنيا معروف لأنهم باب مجال من مجالات الحب لله سبحانه وتعالى وعشان كده تبقى إيه اللي حاصل تتقي الله سبحانه وتعالى وتنفق المجال الرابع بقى في المحبة هو وكأننا احنا بنعمل ايه؟ سبعه في سبعه. سبع اسباب للمحبه في سبع مجالات في المحبه. ايه بقى المعنى الرابع بقى في المحبه؟ ان انا احب عملي. في ناس كثيره بتتاذي من كره عملها. وايه اللي حاصل؟ والاهل احيانا بيعلموا اولادهم الكره للعمل. ازاي يعني؟ يكره العمل لان العمل دوت شيء متعب وشيء بيهلك الانسان وشيء بيهين كرامته مع ان ايه اللي حاصل؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فلازم نفهم ان العمل ده قيمه في الحياه والعمل ده هو اللي بيدينا هويتنا واني وشوف كده ان الله يحب اذا عمل ان الله ايه؟ يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ويحب من العمل أدومه وإن قل وشوف كده حضرة النبي يقول إيه بقى في العمل لما الراجل حضرة النبي يمسك إيديه كده وتطلع إيد خشنة فيروح حضرة النبي رفع الإيد دي ويقول لي هذه يد يحبها الله ورسوله هذه يد إيه يحبها الله ورسوله ليه لأن الإيد دي مغموسة في العمل اللي ربنا بيحبه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى العمل ده قيمة في الحياة بيدينا هويتنا هو إيه اللي بيخلي الإنسان يحس بأنه رجل يستطيع أن يحيا بما عاد الله عليه مثل العمل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالعمل ده قيمة والعمل ده رجولة والعمل ده فتح والعمل ده مدد من الله سبحانه وتعالى وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نشوف ازاي هو سبحانه وتعالى كريم رحيم ودود جميل في العمل لما نتوكل على الله سبحانه وتعالى لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير نيجي بقى في المجال الخامس بقى المجال الخامس اللي هو ايه بقى مجال بقى اه انا يعني والله الكلام ده فاكرينه من ايام رمضان اه هي السبع مجالات دي هي سبع مجالات للمحبه المجال الخامس هو مجال الحب في العلاقات بقى يعني ايه ان احنا نعيش في العلاقات بالحب اعيش في العلاقات احب الصداقه احب اصدقائي احب زوجتي احب زوجي احب الزماله احب كل معنى بتنبني عليه العلاقات معنى طاهر شريف عظيم يبقى ايه اللي حاصل لما اعيش كده وانا بحب العلاقات اعيش وانا حاسس ان العلاقات ده باب من ابواب ماذا؟ محبه الله وده يخليني اتزن ولما لما يخليني اتزن يبقى ايه؟ ما يبتزني ويخلي العلاقات دايما مربوطه بحبل بالله سبحانه وتعالى ما تخرجش ما تخرجش بالعلاقه فتبقى العلاقه بديله عن الله سبحانه وتعالى ويخلي العلاقات علاقات مالها؟ علاقات تحجبني على الله لا 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 العلاقات ده مجال من مجالات القبول اللي ربنا وضعه لي فاعيش بده فايه اللي حاصل؟ فاحاول دايما اصلح العلاقات بان انا اربطها بقيمه وبمعنى جميل يجعلني دايما في حال الوصل مع الله سبحانه وتعالى. واوقف كل العلاقات اللي ممكن تتسبب لي في ضرر وتخليني واعدلها واغيرها عشان ما تصبحش علاقات مسمومه لا تبقى علاقات مالها؟ مليئه بحلاوه الايمان. ذاق حلاوه الايمان. ان يحب المرء لا يحبه الا لله. يا سلام فالعلاقه ندوق فيها حلاوه الايمان لما يكون فيها الاحسان لان العلاقه من عند الرحمن. المجال السادس بقى ان انا احب مستقبلي. هو في كده؟ يعني ايه احب مستقبلي؟ لان المستقبل ده سمي مستقبل لان الله يقابلني فيه. فالمستقبل ده قبل انظر فيها لانني سارى فيه التطبيق الحقيقي وحلاوه انا عند ظن عبدي بي. فالمستقبل أحبه فيبقى عندي رجاء ودايما أنا بقول كده الناس اللي بيحبوا المستقبل يظهر فيهم بقى إيه يظهر فيهم الكلام اللي أنا بقوله ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة يحلم لأن المستقبل ماله مليان بإيه مليان بحسن تدبير الله فلابد أن أنا أعيش في المستقبل وأنا بحب مستقبلي المجال السابع بقى أحب السعادة والفرح والبهجة كل المعاني اللي بتوصلني للسعادة الحقيقية زي المداومة على النوافل وكل دوت ممكن يوصلني إلى هذا الأمر على فكرة إحنا ممكن نربط السبع أسباب من أسباب الحب الله بالسبع مجالات بس أنا عايز أقول لكم حاجة لو تأملت كده إن من مجالات العيش بالحب في حياتنا في حب الله وحب النفس وحب الأسرة أو حب البيئة وحب العمل وحب العلاقات وحب المستقبل وحب السعادة ممكن تلاقي السبع أسباب موجودة في السبع مجالات فنطلع بتسعة واربعين مصفوفة كبيرة تملى حياتنا بالحب وعشان كده هي دي حياة الوسع إن أنت تلاقي نفسك وأنت بتحب أسرتك تلاقي نفسك إيه اللي حاصل تلاقي بتتبع رسول الله في حبك لأسرتك وبتتقي الله في أسرتك وبتحسن في أسرتك وكمان بتعيش كمان كمان وأنت صابر في أسرتك وتعيش كمان وأنت متوكل في أسرتك وتعيش كمان تكسر النوافل في أسرتك وتحب لكل واحد في أسرتك ما تحبه لنفسك فيصبح السبع أسباب موجودين في السبع مجالات يا ده حياة واسعة قوي صح هذا الحديث صنع لنا هذه المصفوفة العجيبة سبع معاني وسبع مصادر من مصادر الحب تخلي فيه قبول وتخلي فيه وسع ومن علامات القبول الوسع في حضره الواسع سبحانه وتعالى